كمال الأمانة يعني من اللعيبة اللي أنا يعني زعلان عليها، لأنه اللعيب موهبة يعني ما استغلش الموهبة اللي هو فيها، كان ممكن يبقى أحسن من كده بكتير، سواء على الصعيد الاحترافي أو حتى على الصعيد المحلي. يعني تأخر كتير جدا، تأخر كتير جدا بعدم جديته، لأن بيفرق شعر بين الالتزام وبين عدم الالتزام. يا إما التزام وتنجح، يا إما عدم التزام حتى لو كنت مين. ولك مثل كتير جدا أو أمثلة كتيرة جدا في لاعبين مواهب اختفوا من على الساحة، لأن الالتزام والانضباط مكمل أساسي للنجاح. بره يعني ما بيهزروش، لو أنت ما التزمتش وما أديتش واجباتك مع السلامة. مش عاطفيين هنا زينا وهنطبطب وهنعمل والجماهير والإدارة وده لعيب كويس لا، مش اختلافه. الاختلاف اللي أنا شايفه إصراره على تحقيق بطولة، ان هو مصر على تحقيق بطوله، وده ما كانش موجود، بدليل ان هو يعني ما زال هو الاعلى في رصيد النقاط. وده برضو ما فيش شك طبعا، مجموعه اللاعبين اللي جت مجموعه يعني جيده، انك تستطيع انك تحقق التارجت اللي انت بتدور عليه. الرهان هل هيواصل زي ما انت بتقول كده؟ لكن انا لو انت بتتكلم عن ناحيه فنيه، فمن الطبيعي اللعيب يعيش حاله الارتفاع ثم النزول ثم الارتفاع مره اخرى تدريبيا. يعني اعتقد ان هو عنده رصيد كافي من اللاعبين، مش عند النادي الاهلي، مش عند النادي اللعيبه الكافيه الكتير. هو عنده زي ما بيقولوا كده بدلاء، او بدلاء لعيبه اساسيه محطوطه بره تستطيع انها تصنع الفرق كتير يعني. والرهان في البطوله زي ديت على مدى جاهزيه اللعيبه كلها، ومين هيواصل مشوار، او مين عنده بدلاء يستطيع انه، لان انت بتعرض الاصابات، تعرض الانذارات، ايقافات. فمين لو ما كانش معاك البديل الجيد؟ النادي الاهلي على النقيض، النادي الاهلي اعتقد يعني 11 لاعب لما بيغيب فيهم اثنين او ترسين يتعطلوا بيأثر بشكل كبير جدا. يعني المدرب بيبقى يعني بيبقى صعبان على جريده، ما بلاقيش ساعات يعني، في اعتقد في ماتش وماتشات كان مش لاقي باكين. والسنترافين لما تغاب نجيب وسعد، اعتقد يعني الزمالك عنده يعني في الحته ديت بشكل كبير جدا في وفره. وهننتظر نشوف مين البطل في النهايه. لا ضد هجوم عليه، هو انا شايفه انه بيشتغل بشكل كويس، بيمر بظروف صعبه كتير جدا في مباراه ما كانش بيلاقي 11 لعيب، لعب البطوله الافريقيه ب 16 لاعب. انا شايف ان هو طبعا ما فيش شك ان انتزع البطوله الكونفدراليه بنوع من التوفيق، لان فريق كان سيواسبورت اعتقد كان افضل وكان اكثر وصولا مضيع، وربنا توج النادي الاهلي بهدف بتاع مدح. مباراه السوبر هو كان افضل من وفاق الصيف، مع ان انا كنت متوقع ان الوفاق هيكون احسن نظرا من، لكن كونه انه يوصل لضربات الترجيح، وان ضربات الترجيح دايما بتبقى فيها توفيق وعدم توفيق فشيء جيد، لكن الاداء انا شايف ان هو في ظل هذه الغيابات اداء جيد. فانا شايف ان هو بيشتغل وبيحاول، الخامه اللي تحت ايديه برضه محدوده مش كتير، فبيحاول ان هو يقطع ويوصل عامل زي الترزي وبيحاول يوفق. لكن طبعا انت عارف جماهير النادي الاهلي ما بترضاش غير بمركز واحد هو المنافسه على البطوله، وشايف طبعا ان هو لما بيبعد عن البطوله دايما ترجمتها ان المدرب وحش، لكن انا شايفه من المدرب كويس. الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org